اللي بعده مش عاوزين بقى نقعد ادخل في تفاصيل مع ناس انا ما يعني خلاص اللي يتكلم ربنا يسامحه ماليش دعوه بحد. اللي بعده كهربا النهارده دخل في قائمه النادي الاهلي. يعني انا شايف ان هو مش عشان يجهزوه هو برضه عشان اللغط اللي حصل الفتره الاخيره ان هو متواجد اهو، ودي برضه حاجه من الحاجات ان محدش بقى يكلمني بقى على قيم ومبادئ النادي الاهلي. اصل بص كده ماشيه باختلافات، لو واحد تاني هيعملوا له محاكمه في ميدان التحرير. واحد تاني زي مين؟ اي حد بقى مغلوب على امره. رايك ايه في كابتن رضا عبد العال؟ هو عاش نفس ظروفك على فكره، لعب في نادي الزمالك وبعد كده راح على الاهلي، وفي الاهلي في الاخر ما خدش فرصته. والله العظيم ما اعرف كل اللي متكلمي ده، والله العظيم ما اعرف مش متابعه، مش متابع الناس القديمه. طيب والله مش خايف فعلا؟ لا رضا عبد العال في يوم من الايام؟ لا انا بخاف على نفسك. من ايه؟ يعني انك تبقى نفس التجربه بتاعته. انا والله العظيم انا عارف ان هو مش من الزمالك، راح الاهلي اتطفى. انا عارف ان هو مش من نادي الزمالك، راح نادي الاهلي، اعرفه كله. لكن انا ما فيش بينه وبينه اي عداوه يعني بصراحه، فانا متخسر. انا بحب كابتن رضا عبد العال طبعا. والله والله العظيم بحبه من زمان يعني. طب انت طيب ومحترم قوي والله. وممكن هو كان يمكن في لما يعني كان في لما كان في المستشفى الفتره اللي فاتت دي كنت اروح ازوره وكلمت كذا حد بس محدش عارف يوصلني بيه. والله انت كبرت في نظري جدا. انا بس انا بتزعلني حاجه واحده بس، ان هم بيطلعوا يتكلموا في حاجات ان بتخلي والدي ووالدتي يزعلوا، لكن لو عليا انا والله ولا كني في اي حاجه. نروح للي بعده؟ ايه اللي بعده تاني؟ شفت سهلة ازاي؟ لا لا انا مش عايز اشوف فيديوهات تاني. لا دي حاجة بسيطة خالص، مش عايز اشوف فيديوهات، عايزين نتكلم حاجة. طب اخر فيديو. لا 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 مش عايزين. طب بص وما تسمعش. مش الله لا 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 انا لا لا انا مش عايز هتجيب اخر فيديو وهقوم والله بجد. انا بتساليني وبرد عليكي بكل صراحة، لكن فيديوهات بقى وناس بيتكلموا انا ما مش هينفع ارد على حد. طيب اذا ما عجبكش قوم. ايه رأيك في التحدي ده؟ خلينا في الأسئلة اللي أنت عاوزاها معاك. استغل إنك أهلاوي. عشان انت اهلاوية المفروض تدي ظهرك لمنتقديك. بديهم ده معاهم مديهم انا مديهم ايه طيب دلوقتي؟ مديهم مش عايز اتفرج عليهم. طب انا هعرض الفيديو وانت تديهم ظهرك. يلا بينا. يلا كهربا، عندي خبر بيتكلم على ان كهربا برضو اثار ازمه اخرى في من ازماته مع ان كهربا على فكره انا اعرفه معرفه شخصيه، الولد تقابله حاجه جميله جدا، بس ايه اللي بيحصل ما تفهمش؟ يسهر لحد ساعات متاخره جدا، وبعد كده في امراض وفي ممكن يحدث اصابه بكورونا ولا اي حاجه، وتاني يوم عيد الميلاد عنده اول تمرين جماعي مع الفرقه بعد فك الايقاف، حاجات غريبه برضه. رد على مين؟ عليه؟ ده اخر واحد يعني. يمكن انا يمكن استفزني قوي الفتره اللي فاتت دي ان هو اتكلم على حاجه اصلا مش موجوده. قال لك سهر وكده، اصلا هو اخر واحد اتكلم على الحاجات دي اصلا. لان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عشان كده بتخليني انا مش عايز اتكلم في الناس على الناس ديت بجد. انا يعني مثلا مهما كان هو مين هرجع برضه خلينا نستفتكره، عشان كده انا مش عايز اتكلم عليه دلوقتي. لكن هو اصلا هو يعني يمكن انا هقول له حاجه واحده بس، يعني هو يفتكر بس الترنجات اللي هو بياخدها، مش عايز اتكلم عليه في حاجه ثانيه خلاص. ترنجات ايه؟ هو عارف خد منك تريننج وما رجعوش؟ لا ترنجات المنتخب. عموما انا مش فاهمه. لا هو فاهم كويس، بس انا مش عايزه خلاص يعني. انا عشان كده مش عايزه اقعد اتكلم على الناس اصلا ماليش علاقه بيها. طيب احنا